إلى متى وأنت قاطع لرحمك؟ هل تعلم أن الواصل لرحمه يصله الله والقاطع لها يقطعه الله؟ أنها سبب من أسباب دخول الجنة؟ أنها من علامات الإيمان؟ أنها من أحب الأعمال إلى الله وقطعها من أبغض الأعمال؟ أن الرحم تشهد لواصلها وعلى قاطعها يوم القيامة؟ أنها سبب لزيادة العمر وبسط الرزق؟ أن وصلها يعجل الثواب وقطعها يعجل العقاب؟ أنها من أسباب محبة الأهل والأقارب؟ أن القاطع لرحمه لا يقبل عمله؟ أن من شؤم قطيعة الأرحام حبس المطر؟ فلنبدأ من الآن بفتح صفحة جديدة مع أرحامنا ولنصلهم طاعة لله تعالى. مع تحيات إدارة الإعلام الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.